الآن أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من جلسة ونساء، نطلع عليكم كل أسبوع وتوحشناكم بزاف، وإن شاء الله أنتم تاني تكونوا توحشتونا. هذه الحصة ما تقدرش تكون بدون زهرات ووردات الشروق. نرحب بهم هنا غزار، سمية سماش وشهرزاد كراشني. مرحبا البنات. مساء النور أمورة. أكم شابان. عايشك جميل. الله يبارك عليكم. مرحبا سمية، شهرزاد، أهلين. وانتم أعزائنا المشاهدين قعدوا معنا، نروحوا فاصل ونعود ونرجع لكم. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم أينما كنتم، في أي ولاية في أي بلد. مرحبا بكم، مرحبا بصديقاتي العزيزات الجميلة. مساء النور بنات، ومساء النور على الجمهور الجزائري الحبيب. هذه بوسه لكم. اليوم راح نحكيو على الجمال، المراه. دائما نجيكم بمعلومات جديده، بديزاسوس جديد. اليوم راح نحكيو على الشعر، وكما على بالكم انه الشعر هو نصف جمال المراه ونصف جمال الرجل ايضا، لانه نشوفوا بزاف الرجال ولات تعتني بشعر تاعها، يديروا زراعه شعر ويتهلاوا في شعرهم، هذا شيء جميل جدا ماشي شيء سيء. راح نستضيفوا معنا ضيفه، راح نحكيو على مثبت الشعر، اذا نقدروا نستغناو عليه في صالونات الحلاقه ام لا. تتفضل معنا سهام بن أحمد، مكلفة بالاتصالات والتظاهرات لشركة كارتانو. مرحبا بك. أهلا. مرحبا بك، تفضلي. تفضلك. شكرا. وش رايك؟ مساء الأنوار. نورتي استوديو جلسة ونساء. منور بوجودكم، يعني شرف لي تكون متواجدة معكم. حبيبتي مرحبا بك معنا اليوم. كما سبق وقلت انه اسك نقدروا نستغناو على لالاك واللي مثبت الشعر في صالونات الحلاقه كي المراه تمشط شعرها، لانه احنا نعرفوا كامل انه لالاك تضر الشعر وتكسر الشعر، سيغتو الناس اللي يستعملوها ويريحوا بها، يعني يرقدوا بها ولا تاذي بزاف 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 الشعر. صح، يعني ما ذكرتي صحيحا، منتوج لالاك الشعر او مثبت الشعر موجه بدرجه اولى لصالونات الحلاقه، لا يمكن الاستغناء عنه، لانه كل التسريحات يعني تكون بلالاك شعر، يعني كل تسريحات سواء للعرائس سواء لجنفيتو لازم تكون عندنا لالاك باش يخدموا بها، باش يشد ربما اللوك اللي تكون دايرته. اكيد، يعني على جد درجه التثبيت انه تشد لست ساعات او اكثر. صح انه تضر الشعر، ولكن على حسب المكونات، يعني احيانا دوكا نشوفوا انه المنتوجات راهي تتطور، انا نحاولوا نتفادوا بكل يعني نتفادوا يعني بكل ما نقولوا احنا يا كل الاساليب، بكل اساليب حاجه اللي تضر الشعر، لانه الشعر هو اساس جمال المراه، يعني وجمال الرجل، وجمال الرجل لالاك ايضا للرجل، لازم يستعملوها الرجال، يستعملها ايضا الرجل. صح 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 صح، يستعملوا بزاف لالاك. يعني شوفوا حتى دوكا انا نشوفوا بزاف لي فورماسيون في لاكوافير، ما نقدروش نستغناو على تسريحات الشعر، كاينه دوكا شينيو 3 دي، شينيو كلاسيك، يعني لازم تكون كاين لالاك. حنا منتوج جديد في الاسواق الجزائريه، منتوج لاك شعر من علامه ستيل شيك، متوفره بثلاث انواع، حضرت واحده فقط، يعني متوفره يعني في الكلاسيك هولد، درجات التثبيت تاعها 3 درجات، الالترا هولد 4 درجات، والماكسيموم هولد بخمس درجات. هنا وشو الفرق بيناتهم؟ يعني في درجة تثبيت، أي على حسب ماذا؟ يعني على حسب نوع شعر السيدة أو السيد، أو عدد ساعات التثبيت اللي حابين نوصلوها؟ عدد ساعات التثبيت، يعني مثلا كيما العروس ما تقدرش تدير حاجة لأنه تقريبا راح تقعد بها مدة طويلة، تقريبا ساعتين ولو هي متصدرة، ما تقدرش تدير تثبيت عادي لأن شعرها راح يهبط لها كامل، لاشينيو تاعها راح تهبط. على ديك من الأحسن أنها تكون درجة تثبيت عالية، ومن يعني في طريقه الاستعمال نتفادوا ان نستعملوها مباشره امام الوجه او امام العين، يعني على الاقل 25 30 سنتيم من اجل
لانه راح تضر الوجه ايضا. جوستوم على طريقه الاستعمال، كل وحده كيفاش دير. انا نشوف ساعات في لي صالون تجي تقرب لك شعرك هاك تقول تلصق لك البرودوي ديريكتومون، الوغ كو نورمالمون يقول لك لازم ديري ايغوشا هكا برك من البعيد. من البعيد يعني على الاقل تكون 25 سنتيم، لانه كون ديريها هكذاك راح تصادفهم عينيها، من بعد ولا كان عندها مشكل في عينيها ما تشوفش مليح، ولا كان ديري لونتي ولا تقدر تضرها. سميه انا عندي سؤال حاجه سميه باش نسقسيكم كامل. شكون اللي شاف قدامي؟ شفت قدامي حفافه دارت المثبت الشعر المكياج. هذه حضرت لها، كنت ندير ان ستاج دو كوافور، كنت بزاف نحب هذا الاخر. كنت ندير ستاج عند وحده ايبان ثبتت الميك اب، انا هذا لك بكري على وجه العروس بلا لاك، من البعيد دارت لها لو سبري تاع الشعر في وجهها، بين قعد لها حتى الغد بالماكياج وما ما على باليش. ما تخافش لانه ايفيتي، لانه كاين منتجات تجميلي خاصه بالتثبيت، وكاين لي منتجات الشعر خاصه بالشعر، يعني ما نقدروش يلا كاين شيء اخر انا حبيت نسقسي، كما لما تحدثنا على العرايس بوكو بليس هما اللي يستعملوا مثبت الشعر ولا لا كما يعرفوها كامل، والعروسه لما تكون تصدر تحب تغير اللوكات تاعها ولا التسريحه تاع الشعر تاعها. ففي بعض الاحيان ربي يهديهم الحفافات، انا نقول يستعملوا لما يديروا لاكوف هذيك ويديروا لالاك، تعاود تبدل لها، تعاود تجبد لها بالسيشوار وتعاود وهي لالاك في شعرها. فهل ربما سيتو تكتبوا ولو طريقه الاستعمال ولا تحذير انه يعاود يتجبد شعره هو بلالاك ولا بالليساغ ولا كما يديروا؟ توجد طريقه استعمال طبعا اكيد، يعني هذه اي منتج لازم تكون فيه طريقه استعمال ولازم يقراها. ولكن بالاجابه باش نرجع للسؤال تاعك، يعني ذا لاك تاع ستيل شيك نقدر نقولوا منتج حصري يعطي الشعر ليونه ومرونه، يعني الشعره راح لا دارتها شعر من خطا ما راحش تاديها، ما نقولش ما راحش تنفعها، يعني راح تثبت لها شعره ولكن ما راحش تاديها. وكاينه حاجه اللي يديروها تانيت العرايس، يعني كي يحبوا يكونوميزيو، كيكون كاين العرس تاع العروسه والعرس تاع العريس، دونك واش يديروا؟ يرقدوا ديراكتومون بلاكوافير هذه، كاين بزاف يديروها والله يديروها صح، سختو والله اللي يحبوا يكونوميزيو دونك يديروها. و كيفاش يرقدوا بلاكوافير؟ وي كاين اللي ما يرقدوش، حنا صرات لنا في لافامي، ايبان قعدت هكذاك شغل ما رقدتش، تسنى الغدوه من ذاك باش تي هكا بون ترقد شويه مسكينه تعاود تفطن، باسكو كون ميم تانيت الاسعار تاع لي كوافير سي شير تانيت، باش وحده ما بيش شحال راهم دي بري دوكا. نجبدو سامبل نلمو هنا طوماطيشة ما نرقدش بلالاك، انتي هكذا معناها نهضر على ظروف تاع ناس بزاف، وعلى بالي باللي انتم اعزائنا المشاهدين كاين بزاف اللي صرات لهم ولا تعرفوا ناس صرات لهم، دونك هذه حاجه مضره. انا ماشي على اجل اسعاد الاخرين، اكيد اكيد نضر روحي، ولكن حاجه صح. لكن الحاجه مليحه هما خموا كامل في هذه فجابوا ربما اقل ضرر للشعر، وفيه زعما ليونه يعني في التثبيت على الشعر ما راحش تضرها بزاف، ولكن دائما تبقى لالاك فقط الاقتصار على صالون الحلاقه. نقدروا نستعملوها بشكل فردي ولكن مش كل يوم، انه ما راحش مش حاجه يوميه، يعني مش في العنايه الشعر. لكن ديروها سهام بالك نقربوها هكا شعرنا، كي ديرها لك حفافه شغل من البعيد ماشي حاجه، ما راحش تضرك اكيد، لانه من بعيد راح يوصل فقط لفتحها، يعني مش شرط انا ديرها لك. كاين اللي يديرها يحكم لك المشطه هكا وديرها لك في الشعره وتلرو ليها، تشوف كنا صغار يديرون هذاك الشيء اليوم. نو لا لاك نو، سيروم ولا الكريم كوافونت وي، مي لا لاك نو من بعيد برك، باسكو ستون صح. في نوع شعر يعني في نوع مثبت شعر اللي يتحط اوكي راح يثبت الحلاقه، لكن بعد برك باش كي تعدي المشطه يعود شعرك طبيعي تروح كانه. هل هذا في هذا اللي فيه؟ يعني هذا مثبت لفتره طويله. راح يثبت لك فتره طويله، يعني حتى لانه عملنا على درجات التثبيت تاعو، بصح عارفه روح انه راح يرجع شعرها طبيعي، تستعمله لمده ساعه مثلا او ساعتين، من الاحسن انها ما تستعملش الماكسيموم هول، راح تستعمل الكلاسيك. اوكي هي نفس الالوان تقريبا كلهم لتثبيت الشعر. عندكم حجم واحد ولا عندكم احجام صغيره؟ لا كل احجام كيف كيف، ولكن فقط هنايا الماكسيموم هول جايه بالغوج، كاين الجون كاين لو فيغ، يعني فقط الفرقين بيناتهم الكلاسيك. اجابت عن اسئلتك؟ كل اسئله كانت اكيد. نخلوها هي بالك عندها اضافه حبت المنتوج. الحاجه اللي حابه نضيفها للمنتوج انه دائما ستيل شيك اللي زعما نقولوها ونعاودوها بافتخار، نعمل دائما على تقديم الافضل للمستهلك الجزائري، ونوصلوا له يعني المنتج بصفته النهائيه، يعني الجوده دائما نعملوا على الجوده، لانه نحتفل ب 30 سنه من الوجود ما شاء الله. هو يعني فخر لنا لانه منتوج محلي اكيد، وكان رقم واحد في مصر المبيعات، فان شاء الله نتمنى لكم النجاح.
اكثر واكثر ان شاء الله. حتى يعني هو رقم واحد يعني المحترفين الحلاقه ليس لاكاد منتوج جديد ولكن لا بودغ بلو ديكولونات يعني سوليسيون ديكولونات رقم واحد لمحترفي الحلاقه. ان شاء الله دائما تكونوا رقم واحد ان شاء الله باذن الله. كل النجاح لكل المنتجات المحليه وهكذا ندعموا منتوج بلادنا منتوج جزائري 100%. اعزائي المشاهدين قعدوا معنا، راح نروحوا الى فقره رؤيه العقاريه اللي عودناكم دائما المواضيع اللي تفيدكم في استثماركم ديكوركم والمحيط المبني بعد الفاصل. مساء الخير، معكم المهندسه لبنى حجي، مهندسه مختصه في الديكور الداخلي. اليوم في فقره رؤيه راح نحكيوا على تصميم المطابخ. اول حاجه لازم نعرفوها هي انه كل عائله عندها المطبخ اللي يناسبها. اذا كنتوا تحضروا تصميم تاع المطبخ تاعكم او راح تعاودوا المطبخ تاعكم، راح نقدم لكم نصائح اللي راح يفيدكم. اول حاجه لازم نعرفوها هي انه كي تحبوا ديروا تصميم تاع المطابخ تاعكم، عندكم مساحات اللي لازم يكونوا متوفرين. هذه المساحات اولا لازم تخلو مساحه تاع تخزين المواد الغذائيه اللي راح تستعملوها، ان اسباس دو رونجمون بور لي برودوي اليمونتير. لازم تكون عندكم ايضا مساحه تخزين خاصه بالادوات اللي راح نستعملوها، مثلا لافيسيل الماعن اللي راح نستعملوهم. ايضا لازم يكون عندنا مساحه لتحضير الاكل، دونك مساحه خاصه وين نقدروا مثلا نحطوا الخضار تاعنا نحضروهم، ومساحه خاصه بالطبخ. المساحه اللي تكون خاصه بالطبخ هي المساحه اللي نحطوا فيها مثلا الفرن تاعنا، لو فور، الميكرووند ولا لا بلاك دو كويسون. واخر مساحه راح تكون مساحه مختصه ولا خاصه بالتنظيف، وين نحطوا ليفي تاعنا لافيسيل، وايضا يكون كاين مكان وين راح نخبيو مواد التنظيف اللي راح نستعملوها. هاد المساحات لازم يتوفروا في كل مطبخ. النقطة الثانية اللي لازم تركزوا عليها وديروها تاخذوها بعين الاعتبار هي انه تكون كاينه حركة مرنة، حركة سلسة بين هذه المساحات. وعلى هذا راح نقدم لكم قاعدة اللي نستعملوها كمصممين مختصين في الديكور الداخلي واللي نسميوها مثلث الحركة. غالبا كي نسمعوا كلمة مثلث الحركة يجي في بالنا شكل مثلث، ولكن في الحقيقة هي تعبر على العلاقة اللي راح تكون بين اهم مناطق في المطبخ، واللي راح يكون عندنا الثلاجة تاعنا، الفرن تاعنا، ومكان تاع وين راح نطفوا المغسالة ولا ليفي. الهدف من هذه القاعدة هي انه تكون عندنا حركة سلسة، معناتها مثلا اذا كان راح نجبد حاجة من الثلاجة باش ننظفها ناخذها ليفي، ما يكونش عندي ان اوبستاك مثلا نخبط في اون تابل ولا ان كونتوار ولا، بالعكس لازم تكون عندي حركة سلسة. المطابخ هذوما راح يكونوا على حسب مساحة المكان المخصص للمطبخ وعلى حسب الاختيار تاعكم. هنا قدمت لكم بعض الصور اللي فيهم انواع المطابخ. مثلا شوفوا هنا عندنا كويزين على شكل حرف ال، كويزين كولوار. مثلا كويزين كولوار سيتان تيب ولا نوع تاع مطابخ اللي يوالم في الاماكن الضيقه، كويزين كولوار ولا كويزين لينير. وكاين بعض المطابخ اللي تتطلب مساحه اكبر، نوري لكم هنا في الصوره راح تشوفوا. مثلا عندنا كويزين ايلو ولا كي يسموها بالعربيه يقولوا لها مطبخ الجزيره، هذه تتطلب مساحه كبيره، دونك ما نقدوش نطبقوها في اي مساحه اللي تكون عندنا، بالعكس لازم دائما نختاروا مساحه اكبر. نصيحتي اللي نقدمها لكم ايضا بالنسبه للادوات الكهرومنزليه ولا ليليكتروميناجي، غالبا كي نخمو نديرو تصميم مطابخ ننصحكم تبداو تخمو في ليليكتروميناجي اللي عندكم. هل راح تحافظوا مثلا على الثلاجه والفرن اللي عندكم ولا راح تشرو ادوات جديده؟ اول حاجه ديروها هي تشوفوا الادوات المتوفره في السوق ولا اللي عندكم. علاش؟ لانه هذوك القياسات تاعهم والاشكال تاعهم راح تكون على حسب النوعيه وعلى حسب الماركه، واكيد راح نختاروا دائما ادوات اللي راح يعني تدو منا اكبر وقت. دونك اول حاجه شوفوا الادوات الكهرومنزليه تاعكم، وبعدها خموا في تصميم المطابخ. على بالكم بلي فكره تصميم اماكن التخزين وتصميم مطابخ هي فكره اللي تكون سور ميزور، يعني على حسب احتياجاتكم وعلى حسب المساحه المتوفره عندكم. ايضا بعض العملاء يطرحوا لي سؤال في اختيار لا بلاك دو كويسون، المكان اللي نطبخوا فيه واللي راكم تشوفوا فيه في الصوره هنايا، هل نختار اون بلاك دو كويسون تكون مخدومه بالزجاج ولا تكون اينوكس؟ هذا يرجع لانواع الاطباق اللي راح تطبخوها. مثلا احنا المطبخ الجزائري تاعنا معروف بالاطباق التقليديه، وراح نستعملوا بعض الاواني اللي تكون بالفخار، وهذه الاواني راح تتطلب درجه حراره عاليه. دونك الا اخترتوا مثلا في هذا لوكا، اذا اخترتوا بلاك دو كويسون تكون مخدومه بالزجاج، ممكن يكون عندكم مشكل معها، ولكن حاجه اللي تكون بلو سوليد هي بلاك دو كويسون تكون مخدومه بالاينوكس.
ايضا بعض النصائح اللي نحب نقدمهم فيما يخص مساحات العمل ولا اللي نقولوا لهم بلان دو ترافاي. على بالكم بلي كاين عده مواد، عده انواع وعده اسعار، هنا رتبتهم لكم من الأسوأ للاحسن. اول حاجه، اول صوره راكم تشوفوا فيها راح يكون عندكم لو بلان دو ترافاي ستراتيفي. هذا الشكل تاعو شباب، ممكن يكون عنده ان افي بوا، شكل تاعو شباب ولكن مالوغوزمون ما يوالمش بزاف المطبخ تاعنا لانه يتجرح فاسيلمون وممكن ما يدومش مده طويله. ثاني بلان دو ترافاي هو البلان دو ترافاي اللي يكون مخدوم بالرخام ولا بلو مارب، الشكل تاعو شباب ولكن يقولوا ان الرخام لانه حجر طبيعي راح يكون فيه مسامات راح يتشرب السوائل، والناس اللي عندها الرخام في المطبخ تاعها اكيد لاحظتوا انه كاين بعض البقع اللي راح تبقى على سطح العمل تاعكم، سي بور سا نقولوا بلي احيانا لازم علينا اون ايفيت الرخام. احسن نوعيه والاكثر تداولا في المطابخ تاعنا هي الجرانيت. وعلاش؟ لانه صح بالك من ناحيه الاستيتيك ماشي شباب بزاف كيما الرخام، ولكن كاين عده انواع عده اشكال وحتى الاسعار تقدر تكون مناسبه لمختلف الاذواق. عندنا ايضا حاجه الكوارتز وعندنا الكوريون. الكوريون يقولوا له ثاني سوليد سيرفاس، هادوما ايضا ينفعوا كي نديروهم بور لي بلان دو ترافاي. المشكل الوحيد تاعهم فقط انه الاسعار تاعهم في بعض الاحيان راح تكون اسعار مرتفعه. هنا حطيت لكم صورة اللي فيها بعض القياسات اللي ممكن تفيدكم. مثلا ناخد مثال تاع ارتفاع سطح العمل. غالبا الناس يسقسيوني يقولوا لي هل سطح العمل فعلا لازم دائما يكون مرتفع على 90 سنتيمتر فقط؟ نقول لكم بلي احنا كمصممين مختصين في الديكور عندنا قاعده اللي نتبعوها باش نختاروا ارتفاع سطح العمل بطريقه اللي تناسب طول الانسان اللي راح يستعمل المطبخ. اخر نصيحه فيما يخص السؤال اللي دائما يسقسيوه لي تاني واللي هو هل نختار مطبخ مفتوح ولا مطبخ مغلق. هنا شاركت معكم بعض الصور اللي استعملتها رؤيه العقاريه في الشقق تاعها. هنا نشوفوا بلي عندنا مطابخ اللي اسموها مطابخ نصف مفتوحه، معناتها راح تكون عندنا جهه من المطبخ تاعنا راح تكون مفتوحه مثلا على لو سيجور تاعنا على لو سالون باش يكون عندنا لو كونسيبت اللي راهو معروف ومطلوب بكثره اللي يقولوا له الاوبن سبيس، وفي نفس الوقت عندنا منطقه اللي راح تكون مخبيه. هذيك المنطقه اللي راح تكون مخبيه راح الهدف تاعها انه تحافظ على الخصوصيه، كامل نحبوا يكون عندنا مطبخ شباب ولكن في نفس الوقت ما نحبوش كامل الضياف اللي يجوا لينا يشوفوا واش عندنا في المطبخ، وايضا باش نحافظوا على الرائحه اللي تكون عندنا في المنزل. دونك تقدروا تعتمدوا هذه الطريقه تاع المطابخ نصف مفتوحه. اما بالنسبه للناس عندها مساحه كبيره وما ياثرش عليها انه يكون عندها مطبخ مفتوح او مغلق فهذا يرجع الاختيار تاعكم. كانت هذه هي النصائح تاعي في تصميم المطابخ في فقره رؤيه العقاريه. شكرا. شكرا رؤية العقارية على هذه الفقرة اللي دائما نستفادوا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا أنتم معنا. نروحوا دوكا إلى فقرة في ضيافتنا، في ضيافتهن اليوم راح تكون معنا ضيفة اللي نحبها بزاف بزاف واللي راح دائما مشرفتنا بأعمالها وابتسامتها الجميلة ومن جميلات الجزائر. نروحوا فاصل نعود نرجع. عاودنا رجعنا لكم اعزائي المشاهدين في فقره جديده اللي هي في ضيافتهن. ضيفتنا النهار اليوم فنانه جميله رائعه، شفناها وتميزت بزاف في مسلسلات، شفناها في رمضان، شفناها في الكوميديا، شفناها في الدراما، شفناها بطله في مسلسل الخاوه، شفناها في مشاعر، شفناها عرفتي انا مازال نزيد معنا شهرزاد كراشني. اعزائي المشاهدين راح نستضيفوها اليوم معنا، درنا لها مفاجاه ما على بالهاش. صافي ضيفتنا نهار اليوم شهرزاد كراشني، تفضلي. لا 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 يلا 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 انا راني جديد ديالي منشطه راني بيان اليوم ممثله تفضلي. كيفاش يجوا كامل الفنانين يزورونا وحنا عندنا فنانه مصطفى؟ عندنا فنانه جميله جدا تفضلي. حبينا نعرفوا شويه كيف فريق الاعداد صح ولا ما قولوا لي لا صح ما بيش راهم يتمسخروا البنات ولا انا صح؟ يلا تفضلي. فوتي اليوم راح تتعاقبي. اليوم تتعاقبي اليوم نعرف شنو جاتني فيزا على شتي كيفاش كنت تخسري؟ شتي كيفاش كنت تخسري كاع الفنانين اللي جازوا معنا؟ اني مينين امبوسيبل تخسرها انا اليوم نخسرها انا. اعزائي المشاهدين معنا شهرزاد كراشني، مرحبا بك. ميرسي. عطينا الورقه تاع جلسه ونسالي ما كاينش انا حاسه روحي بلا والو هكذا. مرحبا بك شهرزاد. اسكو تبدل احساسك؟ مش تبدل الاحساس اني حسيتها شغل تلفت لي شغل في دارها وداروا لها استجواب.
قبل ما نولي ونسالك الاسئله الوعره اهلا غزار وسميه انا مجدد نروحوا نشوفوا بورتري على شهرزة كراشني اوه نعم. حاله تعرفوا صافي 5 ans خدموا كيف كيف اوني با امي انتيم شهرزاد كراشني بعد دراسات بين فرنسا والإمارات خطت خطواتها الأولى في التمثيل سنة 2012 في كاميرا كافي الجزائر ثم في فيلم ليزانترو دو محمد حزورلي. 2013 اشتغال شهرزاد في مجال آخر أبعدها قليلا عن التمثيل لكنها لم تتخلى عن هوايتها. مروان أنا بنت كريم مصطفاوي كيفي كيفهم بشرع والقانون. كان لشهرزاد دور في سيت كوم فاطمة فاطمة وفطومة وتحت المراقبة. في 2019 التحقت شهرزاد بفرنسا وين زاول دراساتها المسرحية، كما ظهرت شهرزاد كراشني في مسلسلات درامية كالخاوة الجريح مشاعر وين مثلت أدوار اختلفت عن المعتاد. شاركت شهرزاد هذه السنة في مهرجان كان، مسيرة مميزة لممثلة أظهرت قدراتها في عدة أدوار. اليوم الوجه الجديد لجلسة ونسارة هي ضيفتنا وراح نتعرفوا عليها أكثر. شكون الاطفال هادو مشكون الى ما نفهمش. شهرزاد مشوار جميل جدا وفنانه جميله وابهرتي الجمهور في بزاف اعمال اللي منهم عمل الخاوه. انا بالنسبه لي كان عمل رائع، اتقنتي فيه اللهجه الوهرانيه وهي صعيبه انه الواحد يتقن لهجه، وكما كنت تحكي لنا في الكواليس انه تعلمتيها وحدك ودربتي عليها باش تاديها بيان. كيفاش كان هذا التحدي ليك شهرزاد؟ شوفي كان صعيب، كنت فخوره جدا وما كنتش حابه كيفاش نقول لك من جهه جو فولي با ديسيفوار ناس وهران، ما كنتش حابه يزعفوا مني ولا يتقلقوا مني ولا يقول لك ما درتهاش مليح يتقلد فينا، كنت غير ما حابه نمد لها حقها اللهجه هذيك. بصح مالوغوزمون ما كانوش زعما امكانيات كبار باش يكون معايا شخص ولا كوتش يخدمني، تما كنت مع ان كوليك تاعي رفيق مدني اللي نوجه له تحيه ومرتو اللي كانوا يعاونوا فيا عبر الهاتف، كان يخدم معايا في مؤسسه وين كنت نخدم، وكنت نعيط له ونقرا له الجمله بالدارجه ويعاودها لي بالوهرانيه ونشكلها، كنحط الشده والضمه وكاع نقولها كيما هاك وكيما هاك. بون كاينه ساعات كنت نديرها مليح ساعات لا، خاطرش في البلاتو ما كان حتى واحد من وهران اللي يقدر يصححني لو كان نغلط. صح تما كان ضغط كبير وتحدي كبير، بصح ان شاء الله برك نكون ما زعفش ناس وهران وعلى بالهم بلي نيتي. طيب شهرزاد ما هو جوابك للناس اللي يقولوا انه كان ممكن انتاج يختاروا ممثله من وهران بكل بساطه وانه هذا كان شيء مش عادل بالنسبه للممثلات الوهرانيات اللي كانوا ممكن يتقنوا الدور ويتقنوا اللغه باكثر، هل وش هو جوابك انت لهاد الناس لما تسمعي ممكن هذا العتب؟ جوابي سك نفهمهم انا، صح ممكن الواحد يحس روحو علاش كاين ممثلات وهرانيات كانوا قادرين يديروها. نفس الشيء كي تشوفي مع باليش ساعات امريكيه تلعب دور انجليزيه ولا فرنسيه تلعب دور المانيه وكامل، ممكن تحسي كوم اون فرستراسيون ولا، بصح هاد الشيء ما راهوش من مسؤوليه الممثل. تسمى انا درت كاستين كيما كاع الناس، ما على باليش الا شافوا ناس من وهران ولا لا، تسمى يعني الاختيار مع الاخر جا للمنتج ولا للمخرج ولا للاثنين. ما نقدرش انا نقول لهم لا لا لو كان رحتوا خيرتوا واحده اخرى، انا كممثله راني حابه نخدم. شكون هي شهرزاد؟ هي ممثله مسرحيه سينمائيه وتلفزيونيه، ما بين السينما والمسرح والتلفزيون يعني يختلف كل دور، فوين تلقى شهرزاد روحها اكثر على المسرح ولا في السينما ولا التلفزيون؟ نلقى روحي فيهم بين ثلاثه، بصح تجربه ماشي كيف كيف. الإحساس فوق الخشبة والإحساس أمام الكاميرا في بلاتو سينمائي والإحساس أمام الكاميرا في التلفزيون، والله العظيم كل وحدة والإحساس كل أكثر كيف كيف. اللي يكون عندك إحساس قوي شوفي والله ما أنا ما نقدر بالك، كاين واحد المسؤولية زيادة في المسرح خاطش الببليك راهو هنا راهو قدامك إيه من القبل، بصح لا بريباراسيون تاعو طويلة تاني. المسرح قبل ما تطلعي فوق الخشبة شغل سي دي موا اي دي موا دو ترافاي، بصح أنا لو كان أنا نديرهم بين ثلاثة بصح نقول لك كان نخير ما نخيرش. واش نخير؟ لا لا ما نخيرش، ما نقدرش نخير. قلتها لك عرفتها هي الجاية. الأسئلة الجريئة. وليت نعرفك سمية سماش. شهرزاد لو كان انت يعطوا لك الفرصة يقولوا لك هاي لك البيدجي عندنا البيدجي عندنا كل شيء ديري لنا فيلم، خلينا نقولوا فيلم، وشنو هو الموضوع اللي تقدري تختاريه ولا هو العنوان تاع الفيلم والدور اللي تمثليه فيه؟ شوفي العنوان ما نقدرش نقول، ما على باليش
تاريخي بصح ماشي تاريخي يعني كيفاش نقول لك كاين افلام على التاريخ ومازال ماذا بينا نزيدو نشوفو افلام على التاريخ بصح انا واش نحب في هاد الافلام كي تكون روايه ولا حكايه على شتي كي نهضروا على التاريخ بطريقه غير مباشره بطريقه زعما نشوف حياه شخص ما على باليش انا حياه امراه كانت ما على باليش كانت عندها اثرت في هذاك الوقت ولا رجل ولا اللي جات تسمى تحكي التاريخ ما باش نقدر نقول الثوره باغ اكزومبل بصح عبر حكايه تاع ناس كيما انتي كيما انا واش كنا نعيشوا تسمى حكايه سامبل كاين هادي نحب كي تكون ليستوار ماشي هكا مباشره على الثوره لا غير لي بومب ونحب كي تكون حاجه هكا غير مباشره وتحسي بالباك جراوند باللي كاينه حاجه ثقيله وثاني نحس باللي كاين بزاف حكايات تاعنا تاع جدودنا وجدود جدودنا وتقاليدنا وثقافتنا اللي ما نعرفوهمش وراني خايفه يروحوا شي غزاد انا الشيء اللي حبيته فيك يميزك انك فنانه تشتغلي على نفسك عشتي نجاح كبير في مسلسلات مثل خاوة ادوار كبيره لكن ما توقفتيش هنا يعني هذا الشيء ما شبعكش ما اشبعكش كممثله هل يعني لك انه الممثل لازم يدرس على نفسه ويكمل ولازم زياده على الموهبه تكون عنده دراسه بالمهنه وثقافه شوفي ما نقدرش نجاوبك على كامل الممثلين خاطرش نظن كل واحد وكيفاش يعيش الفن كاين اللي يقول لك انا لو كان نروح نقرا نحس روحي يكون عندي حدود لازم نتبع واش قريت ومن بعد هذيك لا ليبرتي هذيك دو فير تروح لي دونك ما نحبش جو با لي جوجي بصح انا كممثله نحس باللي جامي نحبسوا نتعلموا وما تعرفيش وشنو هو الدور اللي يقدر يطيح عليك غدوه انا نحب نكون جاهزه انا من هذوك الناس اللي نقول مامي لما كاش الحاجه اليوم بالك حتجيني من على 5 سنين يلا شهرزاد حبيت نسقسيك ربما شكون اللي في الجيل القديم من الممثلين او الكوميديين اللي ربما قعد لك اسمه حبيتي في يوم من الايام يشاركك في مسلسل او في فيلم وفي الجيل تاعك كذلك سواء في الشباب او في البنات ولا في الممثلين او الممثلات شكون الاسم اللي تشوفيه مازال ما خدمتيش معه ويعجبك كممثل في الصغار وفي الو نبدا لك في الكبار واللي نحترمهم شوفي انا كان عندي فريمون حلم بيونا شغل ما كاش كيفاش سي فريمون بيونا اسطوره تقدر سي بيونا جادمير واش دارت جادمير لا كارير تاعها باسكو تحدات بزاف عفايس ما خافتش هضرت دارت دي فيلم على الحريه على اون بو نو با داكور ولا ما نحبوش لا بيرسوناليتي تاعها ولا ما نحبوش ما دخلنيش انا جامي نتحكم في الشخص بصح الادوار اللي خداتها انا بور موا من اقوى ادوار شفتهم عن ممثله جزائريه تاع لا جينيراسيون اللي فاتت وهذاك التحدي اللي كان عندها الجراه اللي عندها دونك بيونا سا توجور ايتي ان ريف ماشي في لا كوميدي في لو درام باسكو عندها واحد لا بويسونس كي تهضر لك هكا سيري هي وين تحطيها ما شاء الله عليها وين تحطيها تثمر كما يقولوا تزهر حطيها في الكوميديا في الدراما في الاكشن يعني ما شاء الله عليها ونوجه لها تحيه كبيره ونقول لها نحبوك بزاف اكيد اون ميم طون فوالا تمد لك لا شيغ دو بول كي تكون في الدراما علاش من الدور تاع بيونا اللي قعد لي ماركي في حياتي في ناس ملي حسيتي تاع موناليزا اه وي ثاني وي يلا في الجيل تاعك الو في الجيل تاعي انا فريمون سي سانسير سهيله معلم انا نحب ندير واحد جانب سهيله معلم باسكو ديجا نحبها بزاف ونوجه لها تحيه وثاني ما باليش انا رئيسك نتشابه شويه صح نحيت عليه اي دوكو جو مي سي توجور دي بالك هذه فرصه باش نلعبوا كيف نقدروا نكونوا خواتات ما على باليش ولا دي كوزين ولا وثاني كسوا في التلفزيون الجزائري ولا في فيلم انا نظن انه هي ممثله على ان بوتونسييل انورم وقادره تروح بعيد 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 دونك ماذا بيا كش نهار نخدم مع سهيله تبارك الله نشوفوك يعني انسانه تحبي لغيرك وتحبي الخير لغيرك وتتكلمي بنجاح غيرك يعني بكل فخر لكن الدنيا مش هاوردي سوني با دي ماشي ديزني لاند فهل كلمينا على الكواليس الغيره النسائيه بين الممثلات كيف الاجواء بصراحه ايه بصراحه انا ما عندي حتى شوفي ما على باليش نقدروا نهضروا على غيره بصح سوء تفاهم كاين
كاين باختو هذه في كامل المجالات ماشي غير في الفن. بصح سوء تفاهم نقدر نقول لك في الفن بالك نحسوا له اكثر خاطر كاين هذاك الضغط تاع ما كاش بزاف الانتاجات وهضرنا عليها بزاف مخطره اللي تخليك زعما كي يجي الدور تحسي باللي كل وحده تحب هذاك الدور. دونك ما نقدرش نزعف من الناس باللي زعما ممكن يحسدوك شويه ممكن غيره بصح بالنيه مليحه، مي نكره سوء التفاهم والهضره وهذه تصرى وندان نقولها. ومام نتوما كي جيت الحاجه الاولى اللي قلتها لكم انا نهضروا بصراحه قلت لكم راني جديده ما نتعرفوش كامل، الا كش نهار كاينه حاجه غلط درت حاجه بالك ماشي بالعاني قولوها لي، ما تروحوش تقولوا للناس شتي واش دارت شتي واش شتي واش. هذه طبيعه مالوغوزمون كاينه بزاف سوء تفاهم ومن بعد تبدا تكبر في باطل. وانا وحده ما نحملش العنف وعلى بالكم فريمون نعطيكم هكا حاجه على الكوليس لازم نعطولها نعطولهم ثاني حاجه باش تعرفوا اكثر على شهرزاد كراشني مادام رانا نخدموا مع بعض وكلينا ملح مع بعض، انه شهرزاد كراشني من الناس الحساسه جدا وطيبه القلب. وحاجه واحده اخرى اللي عندها واللي تعجبني فيها صراحه انه تواجه مباشره الشخص، يعني يصراو حنا بيناتنا في الكواليس رانا نتورنيو بزاف مع بعض ونقعدو من الصباح للعشيه، دونك يصراو في الكواليس هكا سوء تفاهم لو وحده تكون عيانه وحده هكا، مي دائما نتواجهوا نحكموا. انا كي قلتي مقبي اسك عنيتيها ولا كي صرا هذا الجلسه اسك عنيتيه، دونك هذه نقدروا نكونفيرميو لكم حنايا لهنايا. وهذه نتمنها كامل فريمون كل ممثله وممثلين في الحياه اليوميه تاع الفن. كونك انسانه حساسه هل هذا عمل لك مشاكل؟ هل هذا زعجك؟ ومازال لحد الان وكذب عليك حاولت زعما كيفاش نقول لك ماشي كيسيون قبيحه بصح سي فغي سي اون فراجيليتي اكستريم انا سي سا اكزيست سابيل ليبر سونسيبيليتي. تما انت واش تحسي حاجه بالك تغيضك ان ايبر سونسيبل يحسها 10 فوا بلو فور. دوك الناس ساعات ما تفهمكش تقول لك واش بيها على الجال هذه رحتي عند دكتور نفسي مثلا ممكن حكيتي له هكا؟ ماشي الوغ نو ما رحتش عند دكتور نفسي خاطش كاينه حاجه الا نقدر سي ماشي فريمون بدون غرور وبدون والو جو سوي تري كونسيونت دو موا ميم نعرف لي ديفو تاعي ونقولهم. دايوغ ميم راجلي كي تجي لحد زوجو درت له ليستا ولا هاي ديك مش مليحه فيها وجهه تحيه محظوظ محظوظ محظوظ. انا حبيت نسقسيك بما اني نعرفك وهي سريعه البكاء يعني هكا تمتم دمعه تهبط لها من عينها، انا كنت حاسبه روحي انا البكايه اكثر فينالمون في وحده عديتي لي رتبه البكاء. فهل ربما في يوم من الايام بما انه مشوارك الله يبارك عليه عطاو لك سيناريو ولعبتي دور ولا شفتي دور وين بكاك شغل كي كنتي تلعبي فيه ولا كي قريتي هذاك الدور اللي راح تأدي بكاك واثر فيك؟ ونعرف شخصيتك شهرزاد شغل حنينه فوق اللازم. كلهم نكذب عليك كامل 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 كسوا في الخاوة كسوا ميم في الوغ لا شوفي هادية تحت المراقبة وين كانت في لي زارش كانت سيتي لو رول تاع فريال لاسيستونس تاع الديريكتور من بعد حطوها في لي زارشيف غادتني غادتني فريال مسكينة كانت ايه ديكو نحن بزاف على لي بيرسوناج ماشي غير تاوعي ساعات ميم نتلاقى مع ممثلة واحدة أخرى نروح ليها مادية شغل مازالني في السيناريو فهمتيني تما سمية كي تلعبي معايا وعلى بالي بلي عندك مشهد وين غطيني نجي لك نحب نقول لك سمية كذا كذا. شهرزاد كراشني انا وش يعجبني فيك انك اليوم غير المدح لانه تستاهلي حبيبتي، انا وش يعجبني فيك انك انسانه كما قالت لك تين بوسز ماشي غير في جهه التمثيل والجانب اللي حبيت نسلط الضوء ثاني على الجانب اللي بالك مش كامل الناس يعرفوه عليك جانب الاعمال انك عندك شركتك الخاصه. انا حبيت تحكي لنا وش دير شهرزاد من غير التمثيل والفن. الو جوستومون كي كنت كي بديت التمثيل كنت ايتوديانت كنت في الخارج كنت نقرا في لا سوربون تاع ابو ظبي وكنت نرجع في الصيف وفي الصيف بديت نخدم درت ان كاستينغ ساعه مارشي طوب. بصح كيما قلت لك ما كاش فوالا ما كاش اون اندستري سينيماتوغرافيك في الجزائر دونك كنت خايفه نطلق كلش باش نروح ندير غير تمثيل. دونك زدت خدمت في شركه اون مولتي ناسيونال في الماركتينغ خاطر كي كنت نقرا كنت ساعات كنت نخدم اون طونك ايتوديونت كنت نخلي ديكتافون في الكور نطلب الاذن من البروفيسور نقول له نخدم اليوم صباح اسكو معليش نخلي الديكتافون كي نولي مر الخدمه نروح للكلاس ندي ديكتافون نروح للدار ندير الكور تاعي. دونك كنت نخدم في الماركتينغ ونقرا في دغوا اي سيونس بوليتيك. ايوا ولي فاكونس ندير تمثيل.
تما تخلطت لي بين هاد الثلاثه. كي خيرت رحت للمؤسسه تاع الماركتينغ، خدمت 6 سنين دون تو سكي كومونيكاسيون ماركتينغ ديجيتال في الجزائر، في سويسرا، في المالي، في تنزانيا. دونك الحمد لله تحركت فيها وتعلمت بزاف عفايس. بصح النهار ديسيديت لازم دوكا كنت 10% فن و 90% مؤسسه، حبيت نقلبها خاطر خلاص حسيت بلي لحقت نيفو وين ما قدرتش نعيش بلا ما بلا الفن. حبيت نقلبها دوك واش درت، خرجت من المؤسسه هذيك وفتحت مؤسسه صغيره تاعي تاع الكونساي كومونيكاسيون اي ماركتينغ، خاطر مجال نحبه بزاف والحمد لله ناجحه فيه ثاني. كيما قلت لك باش تكون عندي حاجه اون سي جامي، دائما بالك يعني الوقت يكون عندك وقت انك تركز في الفن، وكي تكون شركتك انت تبارك بوس اكزاكتومون، والتايم مانجمنت انت تشوفي وقتاش ديري. الله يسلمك، ميرسي. يلا انا حبيت نسقسيك على التجربه هذه تاع تنشيط برنامج جلسه ونسى، في اول مره عرضوا عليك البرنامج، كيفاش تلقيتي الفكره؟ ربما لاول مره تقولي بالك انا بعيده عليا ما نقدرش ولا ما نعرفش، ولا كيفاش تلقيتيها؟ وكذلك قولي لي واش ديتي يعني، ولا واش تعلمتي، ولا كش الوحده واش زعما هكا استفدتي من البنات في جلسه ونسى؟ المره الاولى كي قالوا لي ما نكذبش عليك الحاجه الاولى قلت دوك نطيحوا في هذاك تاع ممثله حبت تدي بلاصه اعلاميه، ولا كيما هذيك الحكايه تاع الانفلونسوز حبت تولي اكتريس وكامل. جاتني هذيك تاع بون، وانا جو سوي با كونتر، وحكينا عليها ديجا، كل واحد يقدر يدير واش يحب وهدرت عليها من قبل. دونك الاولى خفت، بعد دوزيام زدت خممت قلت يعني سي اون اكسبيريونس حاجه مليحه، والجمهور الجزائري سي اوسي اون مانيير نقعد في اتصال معاه، نبان نشوفه، ما بالك ماشي غير في رمضان على العام، وكم في مواقع التواصل الاجتماعي نهضر معاهم باغ ميساج وكامل. قلت يا بالك يعجبهم الحال يزيدوا يشوفوني في التلفزيون. دو بعد تخوا قلت علاش تجيني اكسبيريونس، تجيك اوبورتونيتي ما فيها حتى عيب، او كونترير انايا حنحتك باعلاميات تما نقدر غير نتعلم. ما لا وي التم لي قلت نو لازم. وبعد الحق دابا قالوا لي شكون هنا غزار، كنت سمعت بها وكنت شفت في المواقع تاني في فرنسا وفي الجزائر، درت با مال دانتيرفيو في لا راديو في لي زيميسيون. سميه سماش كنت شفتك في هاد لي ميسيون تاع الموسم اللي فات. اميره ريا كنت ديجا على بالي بلي في كسوا في دبي ولا في الجزائر دارت تنشيط، دونك عندها اكسبيريونس ونحبها. ما عرفتهاش بزاف بصح لو بو اللي عرفت منها حبيتها. دونك قلت بون تريو هذا شباب سيغ نتعلم منه. بعد كي لحقت سميه حسيتها ماما سميه هذيك لحقت، ديك لحقت ديري بالك ديري هذه وديري هذه، هذه مليحه، هذه خطيك، هذه كذا، هذه ونروح لها سميه ونزيد وهذه كيفاش هذه، هذه ما تقوليهاش هكذا، زيدي شوفي هذه، شوفي هذا الجانب، وقعدي انت بالك تتبدلي، لازم المشاهدين يشوفوا شهرزاد شهرزاد. واميره كيف رحت ليها قلت لها فوالا الا كش ما كاين قولوا لي، الا نغلط بالك وراني هنا باش نتعلم اكسيتيرا اكسيتيرا، ونضل نقول لهم بصح ما تخلعونيش ما ديروليش لابريسيون بالعقل بالعقل، انا جديده نضل نقولها لكم هذه. لكن كانت رائعه والجمهور راح يحكم عليك انك كنت رائعه، وكما نقول كما تقول هنا اداها وادود تقدري لها اكيد. وحاجة تانية جو تيان بريسيزي، هنا عندها تاني حاجة بالك دون ليكسي، باسكو كاين بزاف يقول لك بزاف بصح جو لا كومبخون، لا بريباراسيون عندها هذيك تاع لازم تعرف كلش في الوقت، دونك لو ميلونج هذا انا عجبني، عندها هذاك لو كوتي تخي كاري اللي عندي انا تاني فوالا من جهة واحدة أخرى اللي عندي في التمثيل، لازم التكست تاعي نعرفه، لازم دوك عرفت روحي فيك. أميرة عندك هذيك العفوائية لا سبونتانيتي ولا غولاسيون مع الببليك، العفويه باردون اسمحوا لي العفويه، عرفت بلي غلط عرفت وحدي. وثاني سميه باغ تون اكسبيريونس والهضره تاعك وكيفاش تجيك سهله ما شاء الله، نتمنى لكم بين ثلاثه التوفيق اون لون كارير. دونك جو سوي صح ادميراتيف وفخوره انه قدرت نخدم معاكم. حتى نحن فخورين بك، شكرا والله غير تسمح لي. نمو عناق جماعي، ربحنا نمو عناق جماعي. يلا انا ما سالتهاش حاجه برك، فارق الاعلام
حداد هايلين 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 والله غير فاميليا يعني تشكري فيهم هكا باش يبينوكم مليحه في لاكاميرا. لا لا بينو لي كيما تحبوا يعني الجانب تاع هنا القاسي يعاود يظهر ان شاء الله. انا نتمنى كذلك مادام ذكرتي فريق الاعداد نتمنى في يوم من الايام كذلك نعرفوا اميره ريا وتكون ضيفه معنا لما لا بنات ما نديرولكش مفاجاه. انا قلنا لك باش فقط نوصلوا الصوره للمشاهد انه هذاك الممثل اللي تشوفوه عنده باجاج وعنده يستحق المنصب ولا البلاصه اللي راهو فيها. انا الحاجه اللي انا ضدها موجوده نشوفها بزاف في المجتمع تاعنا الاحكام المسبقه على شخص من دون ما يعرفوه. يسمعوا برك اسمه ولا شافوا مقطع صغير بالك في انترفيو ولا هكا حاجه ما شافوش كامل الموضوع يحكموا عليه يدعوا عليه نظره. وتصال بزاف فنانين مؤثرين مخرجين بزاف ناس. انا نقول لكم دائما بحثوا وديروا البحث وعادي انه الناس ما تعجبهاش ناس وناس تعجبها ناس كل واحد اذواق تقعد اذواق. حبيتك تتخيلي شيغازات اللي عمرها 5 سنين اليوم وانت راكي بهذه الاكسبيريونس تاعها تقدر تكون شيغازات تقدر تكون لا فيتور في دو شيغازات. واو واش تقولي لها كالي لو سول كونساي اي لو بلوز امبورطون اللي تعطيه لها؟ تبكي يا اخي امني بروحك. جميل برافو اونتيام شارات مازال ما خلصوش الاسئله. فخورين بيك فخورين بيك والشعب الجزائري فخور بيك جمهورك فخور بيك من الناس اللي محبوبه بزاف شهرزاد ناس تحبك لانك طبيعيه لانك طبيعيه وطبيعتك لحقت ليهم. لكن مازال نزيدو نبكيوك راه عندنا فقره الصندوق صندوق الجرأة لأن أنا عيطو صندوق ما زلنا رفتوش ما مسيتوش قاعد ما تعرفش ديرك ما تعرفش خليني بريزونتي ما هذا صندوق الجرأة؟ صندوق الجرأة هذا الصندوق تفضل الأخ عدنان قدم لنا الصندوق. واو شحال شباب صندوق الجرأة فيه أسئلة جريئة يعطيك الصحة عدنان لازم تجاوبي عليها كامل وما تقدرش تهربي منها ما تقدرش تقولي لنا زابي كما دارت لنا داروا لنا فنانين. يلا شهرزاد السؤال الأول. السؤال الأول سي بارتي بسم الله. موقف صرا لك وما قدرتيش تسامحي على جالو. نقولوا كاين اثنين بصح واحد اكثر من الاخر انه الفنان يتحقر ما باش ندخل في التفاصيل بصح فوالا كو المنتجين يحترموا الفنانين وينا ما غادي تاع الفنان يجري يقعد يجري عام كومبلي مسكين على دراهمه ولا باش يقدر يعيش. هذا موقف اللي فريمون ما نسامحوش خاطش كل واحد ما يخممش غير على روحه ما يخممش على نفسه. الناس عندهم عائلات عندهم ما تعرفيش حياتهم حقهم تعبهم حقهم تعبهم. شارز نزيد لك انا سؤال اسكو سامحتي الشخص اللي سرق لك حقيبتك اللي كان فيها بزاف اشياء مهمه بالنسبه لك؟ غني يجي قدامك دوكا يطلب السماح تسمحي له ولا لا؟ ايه شوفي سماح وي يا با بروبليم سماح نكذب عليك كي صرات وكلت عليه ربي كل يوم وانا نوكل عليه ربي وسورتو وقفنا في الشارع كيف كيف شفتيه؟ ايه وعقلتو هو قدامي وانا قدامه بديت نبكي قدام لو جوج. واللي غادتني سكو صغير شباب خموس عليه جو مغابيل 19 جون هوم كي نقول لك الله يبارك عليه غادتني قلت تسمى سي ان جون هوم تحبي تفهمي تحبي تقولي الحق يسرق وكامل مي اون ميم طون تغيضك خاطش الخدمه اللي كانت في هذاك انا شفت العمل تاعك كنت سافرتي لواحد المكان نسيت وين وش من البلد وتحطيتي في موقف انه ما كانش عندك سيرتك الذاتيه وكل شيء اكزاكتومون دونك اسمح نسامح بصح بصح تقعد تبقى. تفضلي سؤال ثاني. اي نزيدو شكون يوري لك صلاحك في حياتك الخاصه وفي العمل راجلي انا الوغ اي نقولوا في البلاتو انتوما في البلاتو انتوما سي سيغ ودايغ كل ما تحكوا نقول بصح كيفاش هادي وعلاش هادي بصح في حياتي الخاصه راجلي باسكو على بالو بلي نيه بزاف دونك هو اللي يسي ليكيليبغ فوالا يجيب لي واحد التوازن. وفي العمل ايه نقدر نقول في نفس الشيء وبعض لي بروفيسيونيل اللي خدمت معاهم من قبل واللي ندير فيهم الثقه بزاف نسقسيهم نسالهم هكذا دي كونساي فوالا. سؤال اخير. السؤال الاخير تشوفي روحك وصلتي لنقطه النجاح ولا مازال شهرزاد كرشني. نروحوا الى الكويز راح يظهر عليك الان صوره على الشاشه
تاع مسلسل ليام واعطينا 5 اسماء ممثلين مثلوا فيه. هنا ما نقول لك 10، لا لا 5 سافي. يلا 5. فاديله حشماوي، كنزة مرسلي، ويوسف سحيري، عزيز بوكروني، خالد بن عيسى. برافو، نعدو لهم. عايش كنت اكل في البلاستيك. نعم، نوجه لهم تحيه. نروحوا الى الكويز الثاني. غنيه نحبها بزاف. شوفي ما تجيبيهاش، ما تشتغلي معاها. انا هذه اللي تجيني صعيبه. شابه يمين الموت عليك. شارزاد بنت الصيف، بنت ولايه، بنت بلادي، صيفيه قبيليه، صيفيه للزوج اكيد. الله يبارك لنا. تحيه للناس الصيف، تحيه للناس بني عزيز اذا راهم هنا حاضرين معنا. لا غالب، لازم 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 بلادي. اجابه صحيحه، مازال ما خسرتيش، لازم تخسري. حنخسروك في الكويز الثالث، صح سميه؟ امبوسي، لازم امبوسي امبوسي امبوسي. حاولوا، ممكن ما يمكنش. يلا اول سؤال نعطوه لنا غزار. انا ني جاياتك اليوم نخسرك روحي. يلا الثالثه كويز، ني وي ني نو. تعرفوا جمهورنا، نعرف القواعد. ساي شبعتي اليوم؟ كليت مليح. جاره ذكرى شنو؟ انا هي. عندك ثلاث دراري كل يوم ان شاء الله. ان شاء الله. غير طلبوا منك انك تقدمي برنامج جلسه ونسى، جيتي ديريكت. خممت قبل. خممتي فيه بزاف. ما قلتيش لا لا. علاش؟ شارزة تحبي رات لك؟ قلت عليه. قولي عندكم مشاكل. بعيد الشر. راك رايحة. شوفوا ما قدرتش نخسرها، ما قدرتش. لا مستحيل. تعرفين بليزير قولي لهريسة. لا ما قلتش بليزير. ما نوكلها لك هذاك المقبل ولا هذيك. ما حبيتش مقبل. مبروك عليك وبصحتك وصحتك. تنعني حبيبتي. ما بغيتي شكرا جزيلا صديقتي. ميرسي بوكو جعزاد. انا حبيت نقول لك امام الجميع انك فريمون انسانه رائعه، مرأة فحله ونص حره، طموحه، عندك شغف للخدمه تاعك وحب الحياه، وبسيطه بساطه، مازال نقيه من الداخل. صح. نقيه بيضه هكا، قلبها ابيض مثل بياض الثلج. والله العلي العظيم شهرزاد شرف لي. نحبوك فريمون. حنا ربحنا اخت، ربحنا اخت ان شاء الله. يا ربي هاد العلاقه تدوم. يعني شايده راني هكا. هاتي ربي يوفقك ان شاء الله في مسيرتك المهنيه وفي حياتك الخاصه ثاني. كل توفيق ليك شهرزاد وكل الناس ليكم سميه وهنا. انت كذلك اميره. نتمنى في يوم من الايام تكوني قاعده تمو ويعرف ان شاء الله هي اميره. اعزائي المشاهدين نشكركم، ان شاء الله كنا خفاف ظراف عليكم. نحن نحبكم بزاف ونشكركم على الدعم تاعكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على رسائلكم تعليقاتكم. ان شاء الله تقعدوا دائما اوفياء لبرنامجنا. نتلاقاو في الاسبوع القادم ان شاء الله، نفس القاعده نفس البنات على قناه الشروق. سلام سلام. باي. ميرسي.